طيب، زي ما احنا قلنا ان دي كانت جولة تقريبا احراج المنتخبات الكبيرة، صحيح. شايف انه بعض الارقام ممكن، يعني لو احنا عايزين نستعرض معاك طبعا بعض الارقام الخاصة باحراج الكبار زي ما احنا قلنا الارقام التاريخية، ممكن نبدأ منين؟ منين ولا منين؟ يعني شوف انت عايز تتضايق بمين؟ عندك 6 منتخبات كبيرة اتعرضوا لنتائج غير متوقعة في نبدأ الجولة الأولى. بنيجيريا البداية كانت مع نيجيريا، وفقا للترتيب الزمني منتخب نيجيريا كان داخل مباراة غينيا الاستوائية عنده ثقة انه يحقق بقى انتصار مع جوزيه بيسيرو اللي بيواجه انتقادات وضغوط كبيرة قوي في اعلام بلده في نيجيريا، لكنه بيتعثر امام غينيا الاستوائيه. وتخيلي بتحقق نيجيريا اول تعادل ليها من 11 سنه في الكان، البطوله اللي فازت بيها سنه 2013 اتعادلت وقتها مباراه كانت مع زامبيا في نسخه 2013، من وقتها نيجيريا ما حققتش اي تعادلات في الكان. ده اول تعادل لنيجيريا وبيجي مع منتخب غير مصنف زي منتخب غينيا الاستوائيه. كمان عندنا للاسف منتخب مصر، منتخب مصر طول عمره تميمه الحظ بالنسبه له هي موزمبيق. طبعا موزمبيق في 5 ماتشات عمرها ما حققت اي نتيجه ايجابيه قصاد مصر، بل عمرها ما سجلت في مصر. بالعكس كنا واخدينها فالخير لينا ان احنا كمان ان شاء الله يعني نحصد على بالظبط، هي 3 بطولات دي كان معانا في المجموعه بنكسبها بنفس النتيجه 2-0 بنكمل مظبوط. بناخد البطوله. مظبوط. المره دي موزمبيق بتحصد اول تعادل ليها مع مصر، بل كادت ان تحقق زي ما شفنا فوز تاريخي لولا ركله جزاء صلاح. وكمان هزت شباك مصر مرتين، يعني قبل كده ما سجلتش ولا هدف فينا، تسجل هدفين دفعه واحده عشان تخلي مصر تستقبل هدفين لاول مره في دور المجموعات. من امتى بقى؟ من يناير 2008، وقت لو تفتكري كنا بنلعب الكاميرون وكسبناهم 4-2، بس دي الكاميرون في النهايه وكسبنا 4، لكن المره دي بتتعدي مع موزمبيق 2 بتسجل في شباكك، فدي نقطه سلبيه دفاعيه على فيتوريا طبعاً. ان هو يوجد لها حل على مدار البطوله، انك قياسا بمنتخب زي موزمبيق غير مصنف، فما بالك بالمنتخبات المصنفه. طبعا كمان منتخب غانا، غانا لاول مره بتخسر قصاد كاب فيردي في مباراه رسميه في 5 مباراة ما بينهم، فلك ان تتخيلي ما حجم الانتصار التاريخي للعيبه غانا. وشفنا هنا فرحه للاسف لعيبه كاب فيردي، وشفنا هنا فرحه لعيبه كاب فيردي بالانتصار الشديد دوت، الحقيقه كانت صور معبره قوي لان انتصار تاريخي فعلا لبلدهم. كمان الكاميرون بتتعادل لثالث مره مع غينيا، غينيا بتفرض عليها التعادل، تعادلوا مرتين قبل كده، وللمصادفه كانوا الماتشين برضه في دور المجموعات، مره في 98 خلص 2-2 ومره في 2015 خلص 1-1، برضه الكاميرون ما بتقدرش تكسب غينيا رغم فوارق التاريخيه ما بين المنتخبين. كمان الجزائر بتفشل لتاني مره في الفوز على انجولا، اول مره كان في 2010 البطوله اللي كانت على انجولا، فانجولا نفسها اتعادلوا، والمره دي برضو الجزائر بتتعادل مع انجولا. طبعا الختام كان للاسف بمنتخب تونس اللي بيتلقى هزيمه تاريخيه من ناميبيا، لان تونس عمرها ما خسرت من ناميبيا ابدا. مش بس كده، تونس في افتتاحيات كان عندها مشاكل لدرجه ان هي في اخر 5 مباريات افتتاحيه بتتعثر تعادلين و3 هزائم، بشكل عام تونس بتخسر 6 من آخر 8 ماتشات ليها في البطوله. ازمه كبيره لمنتخب تونس وضغوط كبيره قوي على المدرب جلال القدري هيكون عليه ان هو يواجهها في مباراه تانيه هتكون صعبه قوي قصاد منتخب جنوب افريقيا.